السلام عليكم ورحمة الله. يقولون إن المقارنة هي أم كل العلوم، لأنه يصعب على الواحد منا أن يفهم كثيرا من الأشياء ويقوم كثيرا من الأشياء من غير المقارنة. من خلال المقارنة نعرف موقعنا في التاريخ، ونعرف موقعنا في الحاضر، ونعرف موقعنا في التعليم وفي الصحة وفي السياسة وفي الحكم وفي كل شيء. المقارنة فعلا هي أم العلوم، لكن يجب أن تكون المقارنة صحيحة وعادلة. أنا ألاحظ أن بعض الوعاظ يقارنون خواص السلف بعامة الناس الآن، وهذه مقارنة ليست عادلة. في شعبنا وفي أمتنا أشخاص مميزون جدا على مستوى التعبد والورع، وعلى مستوى الإنجاز، مستوى الصلاح والمساهمة في العمل الاجتماعي، مستوى التفكير، ممتازون ورائعون. هؤلاء يمكننا أن نقارنهم بالممتازين من أسلافنا، نقارن العابد المتميز بالعابد المتميز، والمفكر المتميز بالمفكر المتميز، والفقيه المتميز بالفقيه المتميز، والفيزياء المتميز بالفيزياء المتميز، والجواد المتميز بالجواد المتميز. إذا قارنا هذا فسننتهي إلى نتيجة أن الأمة في خير عظيم، وأن الأمة تملك في هذه المرحلة الآن من الرموز ومن العظماء ومن المبادرين ومن المبدعين ما لم تملكه في أي مرحلة من مراحل التاريخ. هي تملك ذلك عشرات الألوف، بل مئات الألوف، وأحيانا أقول الملايين. لا بد من المقارنة، فنحن مفطورون عليها، ولكن علينا أن نقارن مقارنة عادلة. نقارن العامة بالعامة، ونقارن الخاصة بالخاصة، والمبدعين بالمبدعين، والعلماء بالعلماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.